إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في اللقاء الماضي توقفنا عند بعض الحكم من تأخر النصر والفرج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاشوا مدة 13 سنة في ضيق وامتحان وتعذيب. قلنا ما ذلك لأن الله يبغضهم، وما ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعنتهم، وما ذلك لأنهم أخطأوا، لا، ولكن لأن هذه المرحلة كانت ضرورية لصناعة هذه النفوس، صناعتها بها تكون في مستوى قيادة الأمم، صناعة خاصة. لكن كان سبب آخر، لعله أن الله أراد سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهؤلاء المؤمنين سبيل المجرمين، لأنه كان واحد النوع من الوعي ضروري قبل التمكين، أنا أسميه الوعي ما قبل وعي ما قبل التمكين. هذا الوعي أيها الأحباب، هذا المعرفة بطبيعة الأرضية اللي يتحرك فيها الإنسان، بطبيعة الأعداء، تفكيرهم، وسائلهم، لأنه الجيل الذي سيقود البشرية اللي هو جيل الصحابة كان لابد أن يكون له مستوى عالي من الوعي، وهذا الوعي يصنع من خلال الأحداث. فالله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة ولتستبين سبيل المجرمين، وكلتا القراءتين كل واحدة منهم تكمل الأخرى، يعني تبين معنى مراد باستبانة سبيل المجرمين. الله سبحانه وتعالى من خلال الأحداث والقرآن اللي كان ينزل، سواء عن طريق القصص، الأمثال، التوجيه المباشر، هذا القرآن كان يصنع وعي عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باللي ها هم أعداءكم، ها عقليتهم كدائرة، ها فكرهم كدائر، ها المخططات نتاعهم كدائرة. فهذا الوعي ضروري، لابد من استبانة سبيل المجرمين، لابد أن يظهر المجرمون على حقيقتهم، لأن المجرم كيكون مخزون، كيكون دارك تحت غطاء مزيف، كيف تقول للناس إن هذا مجرم؟ لا يصدقك الناس. فمن رحمة الله عز وجل أن هذه الأحداث تخلي هذا الإنسان المجرم يظهر للناس، حتى إذا أهلكه الله يذهب غير مأسوف عليه، لا يتعاطف معه أحد. فلا بد من ظهور هذا الإجرام، لا بد من أن يكشر عن أنيابه ويظهر للعيان، ولتفهم أنت أيها الصحابي، لتفهم أنت من هو أبو جهل، من هو أبو سفيان، من هو من هذه الطبقة، طبقة الملأ، كيف يفكرون. فلا بد من أن يظهر، ومن أن تدرك أنت يا أصحاب رسول الله، أن تدركوا أنتم من هؤلاء المجرمون، كيف يفكرون، كيف يخططون، إلى غير ذلك. أنا أسميها هذه مرحلة وعي ما قبل التمكين، وهذا المرحلة ربما تطول. أيها الأحباب، الله سبحانه وتعالى أراد لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لعباده المخلصين المؤمنين، أن ينتقلوا من مرحلة الجماعة المضطهدة إلى مرحلة السلطة والدولة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، تلاحظوا باللي بيعة العقبة الأولى لم يأذن لأصحابه بالهجرة، علاه ما أذن لهمش بالهجرة من بيعة العقبة الأولى؟ علاه انتظر حتى بعد بيعة العقبة الثانية؟ لأن مصعب بن عمير جاب له التقرير
نتاع حالة المدينة كيف هي، كيف تعاطفهم مع هذا الإسلام، كيف موقفهم مع هذا الدين تجاه هذا الدين. زد على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبين ذلك بنفسه من خلال بيعة العقبة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام ليس مغامرا، النبي عليه الصلاة والسلام ما هوش أي حاجة خلاص يمشي يطبع وخلاص، لا، كل حاجة في مكانها. عليه الصلاة والسلام لم يأذن بالهجرة لأصحابه حتى تأكد من وجود الحاضنة التي تستقبلهم في المدينة المنورة. الحاضنة نتاع الحبشة كانت ملك الحبشة، لكن الجماعة اللي راحوا للحبشة ما كانش مقصود به يديروا دولة، إن صح التعبير هي جالية لاجئة إن صح التعبير. لكن الآن في المدينة المنورة المقصود هو بناء الدولة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغامر بأصحابه حتى تأكد من تقرير مصعب بن عمير، ثم من وجود من موقف أهل بيعة العقبة الثانية، وشاف ذاك الحماس وذاك التفاعل وذاك العهد الذي أخذه عليهم وأعطوه عليه صفقات قلوبهم وعهودهم ومواثيقهم، وشاف عدد كبير. العقبة الأولى كان 12، العقبة الثانية 73 رجل من سادات المدينة وامرأتان ومن الطرفين من الأوس والخزرج. عند ذلك اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة طابت بها نفسه، وأذن لأصحابه أن يهاجروا، وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه إني قد أريت دار هجرتكم فاخرجوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنها المدينة إنها يثرب فاخرجوا إليها. فبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون أفرادا وجماعات، لكن خروج سري. قريش أحست بالخطر فبدأت تضيق وبدأت ترتكب ما يمنع أصحاب رسول الله من الخروج. قادر عاقل يقول خلاص تتهنى منهم. قريش أدركت بأن الطريق إلى 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 الشام يمر عبر المدينة، والمدينة أيها الأحباب إذا أصبحت تحت سلطان هؤلاء المسلمين معناها أصبحت تهدد جزءا من حياتهم، من شريان حياتهم الاقتصادي إلى الشام. أيها الأحباب، قريش أحست بذلك فبدأت تضيق. نترك هذه خلوها بجانب، نرجع الآن إلى موضوع آخر مرتبط بالموضوع، لكن سنجمع الموضوعين مع بعض. الهجرة لا تتخيل أيها الإخوة الأحباب أنها أمر سهل، خاصة لأناس مرتبطين بالتراب بالأرض، كبروا في مكة وعاشوا فيها، فجأة يجيهم الأمر أخرجوا، ليس بالأمر الهين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمرا هينا بالنسبة إليه، لكن من أجل ذلك جعل الله عز وجل درجة الهجرة ذات مكانة عالية في أحداث الإسلام. من أجل ذلك المسلمون أرخوا بالهجرة، سيدنا عمر والصحابة رضي الله عنهم اختاروا الهجرة للتأريخ، لأنها حدث ضخم، حدث مرتبط بتضحية كبيرة، حدث مرتبط بتحول كبير. لم يؤرخوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته ولا بغزوة بدر، ولكن أرخوا بنقطة الانعطاف، نقطة التغير، اللي هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان نتاع الهجرة أيها الأحباب يقول عليها رب سبحانه في كتابه الكريم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من ولم يهاجروا في سبيل الله ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، سورة الأنفال. معناها الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا رسول الله يا أيها المسلمون، الناس اللي آمنوا بالله ورسوله وصدقوا ولم يهاجروا إلى المدينة، قال لهم رب سبحانه وتعالى هؤلاء ما لكم من ولايتهم من شيء، عناصر الولاء تنقطع بينكم، يبقى مؤمن لكن ما عندهش ارتباط بك يا محمد يا أيتها الأمة المسلمة،
لأنه لم يبذل تكليف أو لم يبذل ثمن ومقتضى الإيمان في هذه اللحظة. الإيمان يقتضي في هذه اللحظة أنك تترك مكة وتروح للمدينة من أجل تجميع عناصر القوة كلها في دولة. دولة فتية تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى تجميع العناصر من كل مكان. لذلك جعل الله تبارك وتعالى الهجرة فرضا. الإنسان المؤمن الذي لم يهاجر قال عليه ربي عز وجل: ما لكم من ولايتهم من شيء. شوف هذا الدرجة خلات بعض الأنصار اللي هما مثال هما كثر، لكن مثال ذكوان بن عبد القيس، العباس بن عبادة بن نضلة، زياد بن لبيد، هؤلاء من الأنصار. لكن لما أدركوا قيمة الهجرة هذو خرجوا من المدينة، راحوا لمكة، قعدوا شوية مع أهل مكة، ومن بعد راحوا ورجعوا للمدينة، فكانوا يسمون المهاجرين الأنصار أو الأنصار المهاجرين. بغوا يدوا الأجرين مع بعض، أجر الهجرة وأجر النصرة، فجزاهم الله خيرا. فلا تتخيلوا أن أمر الهجرة هين. ولا أدل على ذلك من قصة أو قصتين أرويها لكم من القصص المؤثرة في تاريخ دعوة الإسلام. قصة أبو سلمة، قصة أبي سلمة وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما. أبو سلمة هذا من بني عبد أسد، وأم سلمة من بني مخزوم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجروا. قريش، قلت لكم بأن قريش أحست بالخطر فبدأت تترصد أخبار المهاجرين وتضيق عليهم. بعض الناس أدخلتهم إلى السجن. أب يسمع باللي ولده راه يفكر في الهجرة فيدخله، يوثق قدميه بالقيود ويحبسه في بيت أو في سجن. أبو سلمة هذا جاء خارجا مع زوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لمن بعد أصبحت أم المؤمنين، يعني بعد وفاة زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أم المؤمنين. المهم خرجت مع زوجها أبو سلمة الأسدي، هذا من بني عبد أسد. هي تروي الحديث وتقول: وكان في حضني ابني سلمة بن أبي سلمة. بنو مخزوم، بنو المغيرة بن مخزوم، رأوا ابنتهم وهي تريد الخروج من مكة مع زوجها. راحوا للطريق، أوقفوهم في الطريق، قالوا لأبي سلمة: أما أنت فقد غلبتنا على نفسك، ركبت روح تهاجر دبر راسك، أما ابنتنا هاته فلن نسمح لها بالخروج معك. وقع كلام وهي تبكي وترجوهم أن يتركوها تهاجر مع زوجها. خلاص رفض تام. أبو سلمة ينظر إلى المشهد، زوجه تمنع من أن تلحق به في الهجرة، ابنه في حضن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. أبو سلمة كيف يتصرف؟ استودعها الله عز وجل وواصل مسيرته إلى المدينة المنورة. عائلة زوجها اللي هما بنو عبد أسد لما رأوا أن أم سلمة منعها قومها من الهجرة مع زوجها أخذتهم الأنفة، فجاءوا إلى قبيلة المرأة وقالوا لهم: أما ابنتكم فقد أخذتموها، لكن الولد اللي معها لا ينسب إليكم، ينسب إلى أبيه، فهو ابننا. تقول أم سلمة وهذاك الطفل الرضيع وحيد العائلة تعبوه يجذبون من ذراع والأخرين يجذبوا من ذراع، ففككوا كتفيه، يعني أصيب بتفك تمزق عضلي، والطفل صغير رضيع، هذا يجبد من وهذا يجبد من. هي تنظر في هذا إلى هذا المشهد، زوجها ينظر إلى هذا المشهد. بالله عليكم كيف كان قلب أبي سلمة وكيف كان قلب أم سلمة وهي تنظر إلى هذا المشهد الأسيف
المشهد المحزن المشهد الأليم، لا هي لحقت بزوجها ولا هي أمسكت ابنها، أخذ منها عنوة. فطفقت ما يقرب من السنة، كل يوم تخرج إلى البطحاء تبكي، حتى إذا كادت الشمس أن تغرب ترجع إلى بيتها. أبو سلمة لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يمنعه الحادث الذي حال دون هجرة زوجه، ولم يمنعه المشهد الذي تتفطر له القلوب، وهو مشهد انخلاع كتف ابنه، من اللحوق أو أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على رسول الله. أيها الأحباب، ما يقارب السنة وأم سلمة على هذه الحال، تخرج للبطحاء تبكي ترجع للبيت، فرق قلب أحد عمومتها فجاء إلى قومه قال: ألا ترق قلوبكم لهذه المسكينة؟ اتركوها تلحق بزوجها، واش درت بها؟ لماذا أمسكتم بها؟ واش يعني، هل هذا من المروءة أن تمسكوا امرأة لتلحق بزوجها؟ فأنصتوا لصوت العقل وقالوا لها: الحقي بزوجك يا أم سلمة. الأهل نتاع زوجها كي سمعوا باللي المرأة هذه راهي خارجة، أم سلمة، جاءوها بابنها، قالوا لها: أما وقد تركت لحالك، ها الابن تاعك. سبحان الله، يعني عائلة تفككت تقريبا. فخرجت فرحة وهي لا تلوي على شيء إلا أن تلحق بزوجها. خرجت، ما عندها مركب، ما عندها ولا شيء، المهم أن تخرج. والمسافة بين مكة والمدينة ما تتخيلوش أنها رايحة مسافة 10 كيلومتر، مسافة ما يقرب من أكثر من 475 كيلومتر، في صحراء موحشة، ولكنها أرادت اللحوق بزوجها ولتنال أجر الهجرة إلى الله ورسوله. ولكن الله لا يترك عباده الصالحين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كنت مع الله فاعلم أن الله لن يتخلى عنك. إذا كان قلبك موصولا بالله، إذا كنت متوكلا على الله، فاعلم أن الله سيكون معك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبينما هي في الطريق جاءها الفرج من الله عز وجل. كيف ذلك؟ إلى لقاء مقبل بإذن الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.